فاذا ننتقل للمسلسل الثاني، المسلسل نمبر 2، اتهام. اتهام الادوار كانت بيمب مصري وضحيه لبنانيه انجبرت تشتغل عاهره. النجمه مريم فارس بمسلسل اتهام كانت عم تلعب دور عاهره انقاهره. كان عندي كرامه، اخذهم كلهم مني. بنتي لا، مش معقوله ابدا. بنتي انا مظلومين، والله مظلومين. طب وانا مين اللي خرب لي حياتي خالد؟ انا طول الوقت كنت افكر ابكي، بس هلا عم ترجع المخدة. انا ما بعتقد انه كان لازم اشتغل دور مونس. ليه انا عاهره من القاهره؟ مش معقول مان، مش معقول. بعتقد يعني فهمنا قصه المسلسل، فهمنا قصه المسلسل كله كانت عن البكي.